مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. برغل خشن نصف كوب، ونضيف عليه ماء ساخن نصف كوب، نفس الكمية، كوب برغل كوب ماء، نصف كوب برغل نصف كوب ماء. بننتظر 15 دقيقة. نعمل خضار بكون تشرب السوائل. خضار، الخضار حسب الذوق، تقريبا 4 كوب خضار، نعناع وبقدونس وشبت وسبانخ وبصل وطماطم وخيار. فيكم تبدلوا شغلات وفيكم تحذفوا شغلات، فيكم تضيفوا شغلات حسب الذوق. ممكن نبدل البصل الابيض بصل احمر او بصل اخضر، ممكن نضيف خس حسب الذوق. الخضار 4 كوب تقريبا، ممكن نزيد شويه ممكن نقصان شويه. ملح نص معلقه صغيره او حسب الذوق الملح. خل من أي نوع متوفر؟ خل 3 معالق طعام، أي نوع متوفر. عصير ليمونة واحدة، وزيت الزيتون 6 معالق طعام، 6 معالق طعام زيت زيتون. بعد 15 دقيقة يكون البرغل تشرب السوائل. نضيف البرغل للخضار وكون هيك كل شي جاهز. كتير هي صحية وطعم روعة. هي روعة للناس اللي مهتمين في جسمهم، بحافظوا على اللياقة. فيها ألياف كتير، فيها ألياف وفيتامينات، وهي كتير روعة، طعمها كتير روعة. صحة وألف عافية، كل عام وأنتم بخير في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة، أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.